خليني أبدأ بالقانون الأكثر جدلا في الشارع المصري الآن، وهو قانون التظاهر. أولا، ما ردك على ما قالته الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، كثير من الجمعيات الدولية أن هذا القانون لا يتواءم مع المعايير الدولية؟ يا أستاذ لميس، القوانين بتصدر لكي تطبق، لا لأن تؤجل أو يوقف العمل بيها أو توضع في الثلاجات أو على أرفف المكتبات. نعم. فهيبة الدولة في تطبيق القانون، وقانون التظاهر صدر لمعالجة حالة الانفلات الأمني والأحداث اللي صاحبت التظاهر.